السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، أنا سارة وهذه قناتي سارة الإبراهيمي. اليوم جيتكم بفيديو جديد بنهار جديد بروتين جديد وبحياة جديدة. في كل ليلة كان نعسو ما كان عرفوش واش غادي نفيقو في الصباح أو لا، الله سبحانه وتعالى غيدي العمر ديالنا. فمباشرة عفوا ملي كنفيقو من النعاس وكنشوفو النور ديال الله سبحانه وتعالى في السماء والضوء والنهار، الا وانه كيتكتب لينا نهار جديد وكتسمى حياه جديده وعمر جديد. في كل يوم كنفيقو من النعاس خاصنا نساو الماضي، خاصنا نساو شنو داز البارح، حيت الحياه قصيره جدا ولازم علينا نعيش كل لحظه بلحظه، نساو الهموم. حقا الانسان كيعيش في الدنيا والدنيا قاسيه علينا، وفي كل يوم كنعيشوه كيكون فيه مشاكل، فيه ضغوطات، فيه أعمال شقة وما غير ذلك. لكن نحاول دائما نكونوا إيجابيين ونحاول دائما نتغلبوا الطاقة الإيجابية تكون غالبة الطاقة السلبية، أولا على الصحة ديالنا، لأن الإنسان من اللي كيعيش دائما في طاقة سلبية وكيعيش دائما مدمر محطم معصب، ديك الشيء كيأثر له على الصحة ديالو. وحنا ماشي الهدف ديالنا أننا نأثر على الصحة ديالنا، نعطيو وناخدو في الحياة، ما نبقاوش نعطيو اكثر من اللي كناخده. وحنا الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نكونوا سواسيه كاملين بينا، نتعايشوا مع بعضياتنا ونكونوا سواسيه، يعني نعطيو قد اللي كناخده وناخده قد اللي كنعطيو، ما نبقاوش نضغطوا على راسنا بزاف ونحرموا راسنا من بزاف الاشياء اللي كاينه في الحياه مزيونه، خاصنا غير نعرفوا كيفاش نعيشوا. هذا الكلام خرج من القلب البنات، والله العظيم احنا بشر ولازم علينا نشجعوا بعضياتنا ماشي نحطموا بعضياتنا. وكيف ما كتعرفوا ان انواع الفيديوهات ديالي دائما كتكون فيها افاده واستفاده، يا من الطاقه السلبيه او لا من المواضيع الايجابيه، وحتى من الافكار اللي كتنمي الدماغ ديالنا دائما كنحاول نطرحها معكم في الفيديوهات. كيف ما شفتوا البنات بديت لكم الروتين ديال الصباح او الروتين هاد اليوم، هذا يعني هاد اليوم غيكون فيه روتين يومي. بديت لكم من غرفة النوم ديال الأم ديالي، صراحة كانت بحال شي غرفة مهجورة، حيت من بعد ما هزينا الرحيل وجينا لدار جديدة يلا حطينا الناموسية ركبناها وبدينا كنعسو، يعني ما كانش عندنا الخاطر ديال غادي نعملو الديكور ولا داكشي، حيت اصلا جينا في ليله د العيد، يعني ليله د العيد عباد الله يلا تقاتلنا، جري عليا نجري عليك، ما حيلتنا العيد، ما حيلتنا نرحيل، ما حيلتنا نركنو داكشي اللي غنحتاجو وداكشي اللي عملنا البنات، ركنا غير ديك الاشياء اللي غادي نحتاجوها لي انتريسي نوقفو عليها، اما الحاجات اللي ما كنحتاجوش خليناهم هما الاخرانيين. واليوم دوست تغيرت الافريشه ديال سرير الام ديالي، الله يخليها ليا تشفق الراس، الله يخلي لكم امهاتكم والله يرحم كل امهات المسلمين اللي توفوا. كيف ما شفتوا عدلت الماما الناموسيه ودوست نعدل الكونه ديال ادم، الكونه عملتها في هذا الموطع هذا البنات لان البيت شويش مضيق، يعني البيت ماشي كبير بزاف ديال ماما، عملت لها كونه هنايا ديال ادم. والناس يقولوا لي علاش كينعز ادم هنا، غنعاود نجاوب حيت دائما كيتطرح هذا السؤال. ماما من النوع اللي ما كتحملش شي واحد يادي في ادم ولا ينعسو حداه، تقول لي مشي لبيتك نعسي خدي راحتك ولدي ما تقربيش ليه، والله العظيم البنات ما كتبغي، واخا البيت ديالي كبير في الحجم كنقول ندخل عندي كونه ونعس معايا ادم ما كتبغيش. المهم هنا كيف ما شفتوا رتبت الغرفه، الروتين اليومي العادي، مهم مسحت الغبره شطبت هنا غندوز باش نجفف. انا كنستعمل ساني كروال البنات ديال الخزامه ديال ماجيكس، كتعجبني من دائما هي اللي كنستعمل، كتخلي واحد الريحه مزيونه في الدار. وصراحه انا دائما 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 كنغسل كنسيق الارض غير بساني كروا ديال الخزامه، من دائما من نهار عقلت على راسي الليمون ولا شي حاجه اخرى ما كيعجبونيش. وكيف ما شفتوا من بعد ما ساليت من التنظيف ديال البيت دابا كندوز على ديك فريغونه، اصلا كل نهار كل نهار كل نهار تسياق تشفاف، خصوصا هاد الايامات مع ما كنخرجوش من الدار البنات، راه نهار ومطر وحنا كنسيقو وحنا كنشطبو وحنا كنمسحو، بعدا ملي كنكونو كنخرجو ولا كنبدلو الجو كتجيبها شي مره ما كتعملش ديك التنظيف العميق،
اما ملي كنجلسو بالدار ما كاين غير التنظيف العميق. وهنا دوزت للبالكون باش نشر الحويجات، ديجا راني جمعت البيت نعس ديالي البنات، ما شاركتوش معكم حيت هاد اليومين اللي دازو شاركت معكم، يعني ما كاينش شي حاجه جديده. سيقت البالكون ضروري لان كتجمع لي فيه الغبره، راكم عارفين مع الطريق سيقته كامل، ضربت له فركه فعلا تركه باش ديك الغبره ما كترجعليش للدار. وكنت ديجا مصبنه الحويجات في لابادورا، مهم دابا دوزت باش نشرهم. عجزت لي نطلع نسطح، وسطح البنات انا ما كنطلعش ليه وما كيعجبنيش نطلع نسطح اصلا، واخا كاين لاسانسور يعني ما كنهزش تقل، ما كيعجبنيش نطلع نسطح الا كان شي حاجه كبيره بحال البطانيات الزرابي صابانات ولا شي حاجه اللي تحتاج انني نطلع نسطح. اما الحويجات راه كنطلق العلاقه ديالي في البالكون وكينشفوا الحوايج في الدقيقه البنات مع جيت عاليه. المهم ثوازيام ايطاج مي كاين واحد فحال السدال تحت، يعني فحال الطبقه الخامسه مع جيت في العقبه كنبان عاليه. جيت والله العظيم الى واحد الريح واحد البرد عندي في الدار، ما عندي السراجم جوج جهات الكولوندير الحوايج كينشفوا في دقيقتهم. مهم وبالنسبه للشميسه البنات انا ما كنحملش الديور اللي ما فيهمش الشمس، ما هادي صراحه ما نعاودش ليكم، انا دائما كنهضر ليكم على قيله البنات دائما، واحد القيله تبارك الله كتوصل عندي حتى القلب الدار، والحوايج دغيا كينشفوا، والفيتامين فيتامين 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 دي شبعه الحمد لله يا ربي. ونرجعوا لموضوعنا واللي هو الهدف ديالو من هاد القناه البنات، هو اننا نغيروا سلوكنا ونغيروا حياتنا للافضل، ونكونوا دائما ايجابيين ودائما نقيين في حالتنا في دارنا، ونتهلاو في راسنا، ونكونوا قدوه لعائلاتنا ولوليداتنا والمحيط اللي داير علينا. ما نبقاوش نشوفوا الناس اللي قل منا واللي كفس منا واللي موسخين علينا اعزكم الله، نحاولوا نكونوا حنا هما الابطال ونكونوا دائما قدوة للناس. دوس هنا كيف ما كتشوفوا نوجد الغديوة ديالي البنات، هنا وجدت غير بنشيتو واحد ربعة القطيبات، جوج ليلي وجوج الام ديالي. مهم راجلي اليوم خدام، غي انا وماما اللي غادي نتغداو وادم ولدي. عملتهم غير فهاد البلانشا البنات دغيا دغيا دغيا، ما بغيتش نبقى نعاد نشوي ولا نطيب، مهم هادي دغيا كنشلط. وهنا قلينا شويش ديال الفريت، صراحه الفريت هادي ماشي ديال القلي، ما جبرتش البنات وشريت هادي قبل العيد، راكم عارفين تبارك الله قبل العيد القتيله في السوق. وهنا كيف ما كتشوفوا كان هذا هو الغديوه ديالنا المتواضع جدا جدا جدا. عملت القطيبات ديال بينشيتو اولا اللحم، هنا شويش ديال البطيطه مقليه، مناضه المناضه البنات ما كتخرجش عندي انا الدار قليل الا جابها راجلي، غير دابا جابها وقلنا نقيسوا منها. وهنا عندي الشرميله ديال ماتيشه والبصيله كتجي مزيونه البنات. وهنا كيف ما كتشوفوا دوست للمطبخ، غنشارك معكم بزاف الحاجات اللي سقسيتوني عليهم، على النيبره كنتو سقسيتوني على واش جات في المكان ديالها ولا لا، ما جاتش البنات كيف ما كتشوفوا. ديك موطع البلاكار جحاني والنيبره عندي عاليه، فاضطريت انني نخشي داخل الفريغو. هنا عملت هذا المجر هذا ديال البلاستيك كيهز لي الحاجات البنات والله العظيم. وهنا عملت النيبره، النيبره الا لاحظتوا البنات ملي كندخلوا من الدار اولا كنكونوا على برا الكوزينه ما كيبانش الجهه الاخرى شنو كاين، يعني واخا عملت تما الفريغو وعملت ديك البلاكار ديال البلاستيك صراحه ما جاوش باينين، وجا الشكل ديال الكوزينه مزيون، يعني ماشي معياب ولا ماشي سالها بالعكس جا مزيون. وصراحه كو كان المطع ديال النيبره دخلت فيه النيبره كان غيكون افضل، وما كاين مشكل. كذلك غادي نشارك معكم البالكون، البنات اللي كانوا قالوا لي فين غتعملي لابادورا، ما عندكش لتحت البوطاجي فين غتعملي لابادورا. المهم هذه حدا الدخله ديال البالكون ديال الكوزينه، حاطه هنا هاد الشبيكه ديال الخضره كيف ما شفتوا. ونداخل في البالكون عرفتوا واحد الريح واحد التبارده البنات ما شهيتكم. هنا علقت واحد الرواق، هذا الرواق البنات هو ديال دوتشا الصراحه ديال ميكا، وقلت ضروري نعلقو هنايا باش لابادورا والفران ما تضربليش فيهم القيله. الشمس في الصباح من 9-10 ديال الصباح، المهم ملي كتشرق الشمس حتى جويه ديال الجوج، واحد الحراره واحد القيله كتضرب في البالكون كتحرق. اضطريت انني نعلق ديك الرواق. هنا عملت لابادورا
مهم اصلا عندي البال باتيو عفوا مهاوي، يعني ماشي صغير، جام متسع. هنا عندي الكوزينه كيف ما كتشوفوا، استرجمت الكوزينه كبير، هنا البالكون والباتيو جا كبير، وفوق مني كاينه السما ديال الله سبحانه وتعالى، يعني قيله كضرب والهواء كيدخل. وشوفوا بعد الروق ما بغاش يجلس. هنا الفوق كيف ما كتشوفوا كاين عندي السرجم ديال الدوش، والفوق هنا شوفوا فين شديت في الروق باش نقدر نوري لكم. عندي هنا لابادوره البنات، وفوق منها عملت الفران ديالي. المهم الفران ما كنحتاجوش بزاف، ملي كنحتاجو راه تما كاين بريز. هنا الفوق عملت واحد السطل محطوط، المهم عين شافت عين ما شافت راني باقا مرونه. والفوق لصقت السخان ديالي، راه جبت المعلم ولصقولي. ودابا غادي ندوزو للتنظيف ديال المطبخ، وغادي ندوزو نرتبو الكوزينه ديالنا. هنا البنات كنت عملت البوطه الالومنيوم باش ما توسخ ليش بليدان، جا رجلي من مورايا ولصق ليا الالومنيوم حتى لهاد الريوسه هادو اللي كيشعل فوق من اللي كنحطو عليهم زعما الحاجه باش كطيب، لصق لي عليهم الالومنيوم، قال لي زعما باش ما مش ميتوسخوش. ساعه حرفت لي باش نزولهم البنات، واخا يالله البارح عملت الالومنيوم كل نهار كنبدلو، لصقولي ما بغاوش يتزالوا. دابا ما عرفتش من الحل، اللي عندها شي حل البنات تعتقني انا شيختهم في المطايب وعملت لهم لي طاكراسه، ومع ذلك ما بغاوش يتحيدوا. بالنسبه للبوطه البنات باش كنغسلها كنستعملها جوج لي برودوي، كاين هذا لي طاكراسه اللي كتحيد لي دم وكتحيد الدهون العميقه جدا، وكاين البرودوي اخر كاسينو، هذا مزيون بزاف بزاف بزاف، وحتى الريحه ديالو فنه البنات. هذا ديال البوطات ديال الاينوكس، تقدروا تغسلوا به، ترشوه على الكريفو لافابو، مزيون بزاف البنات. بالنسبه للبوطه بزاف الناس سقساوني على البوطه ديالي، كانوا شافوها في واحد المقطع في الفيديو. بالنسبه للبوطه البنات هذه ما راكباش في النورنيه، يعني هذه غير منزله، كانت عندي قديمه البنات وعمرني صراحه ما استعملتها، كانت عندي غير مستوكيه لتحت كانت عندي غير تحت الناموسيه محطوطه، ومني جينا لهاد الدار مع ما كانتش البوطه اضطريت انني نستعملها، هي غير محطوطه ولكن صراحه باقا جديده مزيونه. وصافي هادشي اللي كاين، كيما قلت لكم البنات نحاولوا نغيروا من نفسنا، ونحاولوا نغيروا من السلوك ديالنا، ونحاولوا نتغيروا للافضل، نساو شي حاجه سميتها الكسل والمال.
الأشياء الإيجابية والمفيدة اللي فيها إفادة واستفادة. الفيديو ديال اليوم حاولت أنني نعطيكم طاقة إيجابية وهدرت معكم من أعمق قلبي، ونتمنى أنكم تكونوا الهدف ديالكم هو أنكم تحلموا تخططوا ترسموا وتبنيوا، يعني تحققوا أحلامكم وكونوا سعداء فالحياة جميلة وتستحق الأجمل. تهلاو لي فراسكم بزاف، نتمنى لكم الحياة سعيدة و المديد من العمر والصحة والعافية، والله يخلي لكم كل ما عندكم عزيز يا أحلى وأغلى متتبعات قناتي. إذا كنتوا جداد في القناة ما تتردوش أنكم تشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، خليوا لينا لايك وكومنتير مزيون، وبسلام عليكم.